مناسبة برضو من ضمن الوزارات اللي مهمة جدا أنه حصل فيها إجراء للضم أو الدمج هي وزارة الخارجية ووزارة الهجرة، وتم زي ما حضرتكم طبعا عارفين دمجهم أو ضمهم في وزارة واحدة طبعا مع معالي الوزير دكتور بدر عبد العاطي. وزارة الخارجية وكما عادت معالي الوزير سريع جدا منتهى الحيوية، يعني وزير الخارجية والهجرة بيعقد مؤتمر صحفي مع مفوض عام الأونروا لإغاثة غزة. خد بالك يعني طريقة الدكتور بدر إن هو سريع حيوي وترتيب الأولويات بتاعة الملفات ده مهم جدا. خليني هنا بقى أخد معايا على التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا 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 يا دكتور. اهلا اهلا سيادة النائب، اهلا وسهلا. منورنا سيادة النائب العظيم. عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك ويبارك في حضرتك. الحديث على غزة مهم جدا، لكن هنا خليني هبدا الاول بالمؤتمر اللي عقده او يعقده وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حول مسألة الأونروا وكم منظمة إغاثية والتهديدات كمان التي يعني تواجهها الأونروا، ثم عايز اروح معاك على الملف الأكبر ألا وهو المفاوضات ومسارها والوفد اللي زمانه أظن وصل القاهرة دلوقتي، ويا رب يبقى تبشرنا بالخير. هو بالتأكيد طبعا لقاء معالي الوزير يعني بدر عبد العاطي مع ممثل وكالة غوث طبعا مهمة في هذا التوقيت، لأنه تسجيل أول للوزير في الملف الفلسطيني. وعايز أقول معلومة مهمة، انه الوزير بدر احد اهم خبرائنا في مجال الصراع العربي الاسرائيلي، لانه عد اطروحه مهمه لهذا الموضوع منذ سنوات، وبالتالي هو سيكون اضافه كبيره للامانه تقتضي ان نقول في ملف المواجهه مع دوله الاحتلال ومع الجانب الفلسطيني. وبالتالي انا اعتقد اللقاء مهم لانه ده بيؤكد بطبيعه الحال على الحضور المصري المستمر والمباشر منذ اليوم الأول لبداية أزمة غزة، إنه مصر بتباشر دورها، وهو دور كما تعلم سيادة النائب إنه هو دور متعدد، دور سياسي، دور دبلوماسي، ثاني دور أيضا على مستوى المفاوضات، في جزء منها مفاوضات الوساطة، ففي تحركات مصرية مدروسة بتتم في هذا التوقيت. الوزير بدر بيستكمل الخطوات التي قامت بها الدولة المصرية، إضافة طبعا لتحركات الوساطة في كل اتجاهات. الوسيط المصري بيتحرك في كل الاتجاهات في هذا التوقيت مع الجانب الأمريكي، وبطبيعة الحال ممتد مع الجانب القطري ومع أيضا الجانب الإسرائيلي. فبالتالي القاهرة بتتحرك وبتحدد بصل الاتجاهات في هذا التوقيت لاستئناف عملية الوساطة بعد الردود اللي أبدتها الإيجابية حركة المقاومة حماس في هذا التوقيت. المهم الآن أنه يكون في تحرك إيجابي من الجانب الآخر، يعني إسرائيل عليها أن تباشر دورها في هذا الإطار وبما يمكن أن تدعم الموقف المصري والتحرك المصري المدروس في هذا الإطار. مسارات الحركة المصرية الآن متعددة وشاملة وتمضي في اتجاه تقريب وجهات النظر. نحن أمام تطورات إيجابية يمكن البناء عليها بصورة أو بأخرى. المهم أن تتوافر الإرادة السياسية الآن من قبل الطرفين، يعني القاهرة بتتحرك، المشكلة ليست في يعني تعدد الآراء والمواقف، لكن الرد والردود المقابلة سيادة النائب، لأنه هناك طبعا ردود من قبل الطرفين في هذا التوقيت. القاهرة بتتحرك بمهارة وبخبرة وبتراكم كبير، المهم الآن أن تتجاوب الأطراف الأخرى وتنقل هذا الأمر إلى إجراءات وتدابير لنبدأ المرحلة الأولى. طبعا في حالة من الاهتمام الأمريكي الكبير، وده أمر مهم، يعني محاولة لتأكيد الحضور الأمريكي، لأنه مدركين الجانب الأمريكي والوسيط الأمريكي أن مصر لديها الإمكانية للتوصل للاتفاق، لأنه في النهاية كما أشرت لحضرتك الأفكار والرؤى والمقترح الأمريكي القرار الأمريكي مرتبط بطبيعة الحال بردود الفعل من قبل الطرفين، سواء من قبل حماس أو بالنسبة لإسرائيل. هو في أهداف مشتركة. ربما الآن حضرتك تسأل سؤال مهم، لماذا الآن؟ لماذا عاد الجانبين إلى القاهرة؟ أنا في تقديري أنه الجانب الإسرائيلي يريد أن ينقل رسالة أنه يتجاوب مع الطرح الأمريكي، وأنه سيذهب نتنياهو كما تعلم إلى الولايات المتحدة
ليلقي كلمته في الكونغرس ومجلس الشيوخ، ويريد ان يقول انه يتجاوب مع الطرح الامريكي وطرح الوسيط المصري، وبالتالي في حضور بالنسبه للجانب الاسرائيلي في هذا الاطار، بالرغم من استمرار الاعمال الاجراميه حتى هذه اللحظه صحيح. من قبل هذه الحكومه. طبعا هناك مزايدات لدى الجانب الاسرائيلي في الشارع الاسرائيلي في الحكومه، تهديدات بفك الائتلاف وغيره، والتظاهرات زادت وخريطه الاحتجاجات زادت بصوره كبيره، لكن في النهايه نتحدث مع هذه الحكومه الموجوده في اسرائيل ايا كان موقفها مما يجري. دكتور طارق، حماس نعلم جيدا، او حضرتك بالتاكيد تعلم اكثر مني، حماس ابدت حسن النوايا المطلق، هم مستعدين لانه يتعمل اتفاق. المشكلة أصبحت دلوقتي في عدم أمانة نتنياهو تحديدا، مش فريق المفاوضين اللي موجود، نتنياهو تحديدا واضح أنه يعرقل مسارات المفاوضات. هو رايح للأمريكان يعمل إيه؟ رايح يطلب العون حتى يفلت من النيابة العامة اللي رفض طلبه؟ هل رايح علشان يقول أنا كويس وحلو وجميل بس المشكلة مش عندي؟ حضرتك سألت وأجبت سيادة النائب. الرجل يشتري الوقت، لكي يكون واقعيين ونحن نحلل تحليل موضوعي، يشتري الوقت لأن أنت أمام 4 أشهر حاسمة قبل 5 نوفمبر المقبل موعد إجراء الانتخابات، وبالتالي هو أمام استحقاقين، أن ينتهي دورة الكنيسة الحالية، وبالتالي تبقى هناك إشكالية إن الأمور معطلة يعني بهذه الصورة. الأمر الآخر هو أن يذهب إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ، يؤلب الديمقراطيين على الجمهوريين وينقل الرسالة. طبعا هو هيطلب قوائم تحفيزية الاف 15 والاف 35 والشاحنات المعطلة وغيرها، لكن أنا أعتقد أنه سيشتري الوقت. طيب ما الذي سيغير الواقع الآن؟ هناك طبعا فرصة جيدة لتحريك المشهد إذا قامت الولايات المتحدة بدورها في هذا الإطار. الولايات المتحدة إذا قامت بدورها المسؤول، برغم أن الإدارة في أسوأ خياراتها وحالتها، لكن إتمام المرحلة الأولى من الصفقة سيخدم هذا الرئيس الأمريكي وسيخدم إدارته وسيرفع شعبية الرئيس الأمريكي جدا. وبالتالي هناك يعني توقع بأن الإدارة الأمريكية هذه المرة ستضغط بصورة كبيرة لتحقيق نقلة في نقلة نوعية سيادة النائب فيما يجري، بمعنى أن يكون هناك تفاوض على المرحلة الأولى ويمضي الاتفاق. إذا قام بهذا هناك طبعا سيناريوين، سيناريو أنه يتم التجاوب في المرحلة الأولى ومن المحتمل أن يتنصل من المراحل التالية، لكن على أي حال هو سيناريو تفاؤلي إذا تم أيوة. وقف إطلاق نار يعني زي ما تابعنا لمدة 42 يوم وانسحاب لحدود غزة، ده في حد ذاته يخليه يحصد نقاط غير طبيعية. بالتأكيد، فهو هذا هو السيناريو الأكثر توقعا، أو لو حضرتك بتقيس الوزن النسبي لهذا السيناريو هو الواقعي. أما السيناريو اللي يقابله بصورة أو بأخرى هو سيناريو استمرار التفاوض مع تحت النار، بمعنى أن يكون هناك أعمال عسكرية، ترتيبات أمنية، والترتيبات الأمنية بصورة أو بأخرى حقيقية تجري في عمق القطاع، الممر والممر الآخر بتاع ديفيد، كل الممرات الجديدة اللي اتعملت، وهو هدفها أنه يعمل ترتيبات أمنية على الأرض من جانب واحد، ثم يوقف العمليات لأن عملية رفح ستنتهي خلال فترة وجيزة، وبالتالي هنا ينتبه إلى ما يمكن أن يقوله اتجاه إلى الشمال، يعني يذهب إلى الشمال في عمليات محسوبة، لن تكون هناك عملية عسكرية شاملة تجاه الشمال، لكن عمليات محسوبة بهدف تغيير قواعد الاشتباك مع حزب الله، لكن لن يكون هناك عمل أو حرب كاملة أو ما إلى ذلك. هذا كلام غير صحيح، لكن خلينا نتفائل أنه هذه المرة في مناخ جديد تتشكل فيه العملية التفاوضية، ربما أن يتم البناء عليها في ضغوطات أمريكية كما أشرت، في روح جديدة، في حركة حماس بتقدم أوراق جديدة بالنسبة للتفاوض. بس خليني أشير إلى نقطة مهمة، أنه حركة حماس ذاهبة أيضا للمفاوضات هذه المرة بصورة إيجابية لاعتبارات متعلقة بحركة حماس، وهذه الاعتبارات هي متعلقة بتخوف حماس مما يجري داخل القطاع. تم شطر القطاع، تم تقليصه، في تفاوض على الأرض في ترتيبات أمنية، فبالتالي حركة حماس الداخل يعني الجناح العسكري في الداخل سيادة النائب، بنتكلم على السنوار وعلى ضيف وعلى الحية وما إلى ذلك، ليهم حسابات. هو ده احد الاسباب المهمه اللي احنا لازم نتوقف اليها، انه المماطله الماضيه اليوم بتتغير، بمعنى ان في لابد ان يكون هناك حل
لوقف الترتيبات الامنيه، لان هم ادركوا تماما ان ما تقوم به هذه الحكومه الاجراميه وعناصرها هي بهدف تغيير البعد الديموغرافي في القطاع وتنفيذ المخطط الشيطاني بالكامل، يعني شطر القطاع وتقسيمه كانتونات وبلوكات وغيره، هو ده احد الاهداف المهمه. على لكن في النهايه انت تتحدث عن دور كبير يوجه كل هذه الاطراف ويوجه الاسره من خلال الوسيط المصري. الجانب الامريكي يثق كل الثقه في الوسيط المصري انه قادر ان يحدث خروقات حقيقيه في المفاوضات اذا خلصت النوايا وتوافقت الارادات، الحد الادنى بنقول من المواقف لكي نحرك المشهد. مصر قدمت افكار ورؤى ومقاربات جديده ومختلفه، وصاغت افكار ورؤى للطرفين ودخلت على الخط في مراحل التفاوض والاتصالات المكثفه. المصريين بيبذلوا جهود جباره صحيح لتقريب وجهات النظر حفاظا على ما تبقى من القضيه الفلسطينيه، يعني مصر بتقوم بمسؤوليه كبيره، مسؤوليه الدوله الكبيره في اقليمها بهدف الحفاظ على ما تبقى من القضيه الفلسطينيه ومواجهه هذا الكيان المغتصب ودوله الاحتلال. انا اعتقد انه مصر قادره على الوصول الى المرحله الاولى اذا خلصت النوايا بصوره جيده، واذا وقف الوسيط الامريكي يقوم بدوره في هذا التوقيت. وهناك مكاسب ستجنيها الاداره الامريكيه اذا توصلت لهذا. هم هيقدموا قوائم تحفيزيه سياده النائب لاسرائيل، يعني بهدف الضغط على اسرائيل لتمرير هذه الصفقه بصوره او باخرى. وفي تقديري ان ده هيتم، هيتجاوب نتنياهو لانه ليس لديه امامه خيارات كثيره. الخوف، كل الخوف من المرحله التاليه، لانه الحديث هنا عن الضمانات، من الذي سيقدم ضمانات للمرور الامن؟ يعني الخلاف حول الماده 14 والماده 8 والماده 16 كلها خلافات حول شكل الضمانات والانتقال الامن من المرحله الاولى الى المرحله الثانيه وتنفيذ هذه الاستحقاقات. اذا تمت حضرتك هيبقى في اختراق في المفاوضات ويمكن للوسطاء ان يتحركوا بصوره ايجابيه. اعتقد الوقت يمر ولا نريد ان نعطي الفرصه لنتنياهو وهذه الحكومه الاجراميه ان تشتري الوقت للوصول الى اهدافها. صحيح 100%. الاهداف اهم في هذا التوقيت. 100%. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، واتمنى يبقى في عندك وقت قريب نقعد نناقش الملف بشكل اكثر استفاضه. كل الشكر لدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه.